الاقتصادي اللي انعقد بالدار البيضاء كان مؤتمر مفاجئ للكل. مين كان منتظر انه يصير في مؤتمر اقتصادي مع اسرائيل قبل ما حتى يصير في صلح معه؟ بنهني العرب على موقفهم، واذا بقي معهم شوية فلوس صحتين على قلب اسرائيل. ونحن كمان مستعدين نبعث لهم كل شيء انجمع للبنان بصندوق الدعم الكويتي وصندوق الانعاش العربي، وكل هودة صناديق يلي وعدوا فيها العرب لبنان ولحد اليوم بعدها فاضية. ولأنه مؤتمر الدار البيضاء كان مفاجأة للكل، أو بجوز قرفا من وضع هالمؤتمر، أكيد في كتير ناس منكم ما قدروا يشوفوه على التلفزيون. مشان هيك نحن سجلنا لكم إياه، ورح أرجع بهالريموت رجع الشريط على الأول لنشوفه كلنا سوا. هيدا المندوب الاسرائيلي مردخاي بن حربو، ومعه سكرتيرته. هيدا اكيد المندوب العربي الشيخ عريان ومو دريان آل درهم الريالي، ومعه مرافقه لمام الفلس. هيدا سي اخضر بوتفليسه مندوب المغرب، واللي بالاخر عرفت. معقولة كنت على لحظة نسيت دور الشريط؟ لحظة بس. باسم الديليجاسيون المغربية نحب نكمل نترحب بالسادة المجتمعين بهذا الجور الجولي. ايش يقول الاخضر؟ مجتمعين فين يابا؟ فين يابا؟ مجتمعين حنا بهذا الجور الجولي. شنو هاي؟ ها؟ بالجور الجولي يعني بالنهار الجميل، جور جولي. أبوز غجبك عيني، والله كنا محرومين منكم. وقع القلم. أحمر. يالك بخصة وقت الاجتماع، هل حد يريد يشنج التوقيت؟ شنو يحشي؟ شنو يحشي هذا الأخضر؟ والله ما أعرف. هل حد يريد يشنج التوقيت؟ شنج، يبدل، شانجي، شنج التوقيت، يبدل توقيت الاجتماع. أبوز غجبك عيني، والله كنا محرومين منكم. وجع القلم. أحمر. ديالك. هل حد يريد يشنج؟ أنا أخوي. اسكت أنت عيني، خلينا نتباحث. أني برتقي، هو يرتقي، أن يكون الاجتماع الساعة 10 مساء بعد وليمة العشاء وقبل موعد النيطق للضبط. ها! المجمع يوافق؟ أحرونوت كوشير. شني هذي؟ نام بكير، قوم بكير. والله كلام مختصر، كلمة ورد غطاها. مو مثلنا حن العرب، نحكي 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 نحكي. تسأل الواحد سؤال يرد عليك بقصيدة. ها! وأوقات قبل ما تسأل يسولف لك ساعة. أبوز غجمك عيني، والله كنا محرومين منكم. وقع القلم. أحمر. ديالك. الوقت من ذهب. موجود الذهب يا ولد، حنا دوم جاهزين. عيار 24 نوجهها لكم، وعيار 240 نوجهها عبغداد. ها ها. أنا أخوي. اسكت أنت عيني، خلينا نتباحث. من الكمنسمان نحب نحن نكزمين. شنو يحشي هذا الأخضر؟ شنو يحشي هذا الأخضر؟ هذا الأخضر عربي؟ والله مو فهمان شيء. اسأل مال إسرائيل.
كومنسمان بداية، كومنسمون ونكزامين يعني. أعرفها عيني، نكزامين هذا دواء مقوي. أنا في لندن دائما أشتريه من السكس شوب. وجه القلم. أحمر يا لك. بدي أقول إشي. معوز عيني، شايفنا قاعدين نتباحث ويا الأخضر والأحمر ونحل مشاكل الشرق الأوسط. إيش تبي؟ القدس محلولة محلولة. بدي أخوي أحلها حل عادل. هذا عرفات الإمام العادل. لا عيني، هذا عادل إمام. قعمز عيني واسكت واتكل علينا. ايش في على الجدول يخضر؟ نحن نبحث الان بالظلاميطة على الفرنسمان العرباني الاسرائيلي. شالوم، بالاول السلام. شنو السلام عيني؟ شنو السلام؟ حنا مع السلام، حنا اخترعنا السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام ورحمة الله. والصائب سلام. وتمام سلام. وسلام الله على سيدنا. والتحية والسلام. تروح وتجي بالسلام. وسلمى يا سلامة. رحنا وجينا بالسلامة. سلم علي، سلم علي. ولدي يا ولدي، سلم علي. ما وقع القلم؟ وقع. أحمر يا لك. بدي أقول إشي. إيش تبي؟ أخوي لازم نبدأ بالتحضير للاحتفال بعيد الاستقلال. استقلال أريحة. عيد الاستقلال صح، لازم يحتفلون بعيد الاستقلال. وهي أخوي محتاجة الفلوس. كاش؟ مين اجيب لك الكاش عيني؟ ما خدوهم الامريكان وشلحونا الشنتان. الشنتان؟ وقع القلم. احمر وابيض واخضر. يقول علم إيطاليا. ميالك. الفلوس أخوي. والله ماكو. احنا حظنا هيك وهذه مشيئة رب العالمين. أسولف لك عن والدي. والدي رحمه الله ما كان بحياته عند حظ إلا لما مات. لما مات؟ اي والله، يوم ما مات هم وعم بيحفلون القبر طلع بترول. الفلوس أخي في العروبة. أني أخوك بالعروبة؟ ليش أخوي أنت مش عربي؟ أني عربي؟ أني فينيقي.